وين محمد؟ شو أخبار سيدنا محمد عندك يا محمد سلمان؟ شوفوا استثمار الوقت بالأطفال ثم أجيء إلى الشيوخ. مداخلاتكم كثير عزيزة على قلبي، ولذلك اختصرت المحاضرة. محاضرة مكتوبة على 10 أيام بس، هيك النظر إليكم خير من كل المحاضرة. قل لي شو عن سيدنا محمد، شو بتقول؟ هذا محمد فراس سلمان. كمان سام. كمان شو صابيته في الشغل؟ لا ما لا عليك، يعني بدنا نشوف عقيده. يا يلا ايه ظبطته ايه. يا اسامه على الكرسي، يا اسامه على الكرسي مثل يلا على محمد في كل الفصول ربيع، صيف أبي الزهراء خير بديع، كسماء المبدعين أفد بهم من البركات الخضر حسن تدور. ليس خارجا عن فن الحياة، ما أقوم به هو فن الحياة.